والله دخلت يعني اعتقد انه كانت صدفه، انا ما كان في راسي انه انا اسوي ستاند اب اصلا ولا اعرف ايش الستاند اب، لكن اعرف انه انا شويه اضحك. فكنت في 2013 اعتقد الكوميدي كلب بداوا يسووا الفن هذا ستاند اب كوميدي. انا ما اعرف اصلا ايش معنى ستاند اب كوميدي، بس انه اعرف انه في واحد يطلع على المسرح ويقول نكت والناس تضحك والحياه سعيده. قدمت في تجارب الاداء 2013 وطلعت على المسرح وكسرت حاجز الخوف وطلعت قلت النكته اللي عندي، اللي يضحك يضحك اللي ما يضحك عاد كيف عاد اللي بسوي اللي عليه. جميل. والحمد لله. وكانت الانطلاقه كانت الانطلاقه من 2013 في مسرح جمعيه الثقافه والفنون الكوميدي كلاب. وتخيل يعني سويت العرض حقي مثلا اليوم بعد اسبوعين طلعت على مسرح في ايفنت اسمه لول ايفنت، الجمهور 2000 جمهور. يعني عدد الجمهور 2000. فمن هناك عرفت انه الستاند اب لا شيء يبغاله يعني يبغاله تركيز وما هو فن يعني عادي. نعم.